السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ جمال بالماضي قصف التلفزيون الجزائري تاع الارضيه، قصفهم ارض جو. شوفوا نحكوا على الموضوع تاع جمال بالماضي وعلاش قصفهم هذاك القصف بون نورمالمون على بالكم. ونهضروا ثاني واحد الصحيفه تحكي على 32 هزيمه، هذه من بعد نزيد لكم، هذه يعني غير بخفيف هكذايا. 32 هزيمه 32 مباراه دون هزيمه دارت مقال، جريده دارت مقال انجليزيه وبلونجلي كانت على كل حال ترجمتها بالعربيه، دارت مقال على المنتخب الوطني الجزائري. الله يبارك ونحكو المرتبه تاع المنتخب الجزائري بدون هزيمه، وما بقاش على اسبانيا، حطمنا رقم قياسي تاع الارجنتين. دوك نجوا للموضوع هذا. اولا نخليكم تسمعوا جمال بالماضي يا خوتي، نخليكم تسمعوا جمال بالماضي، ما على باليش اسكي لحقكم الصوت لهنا ولا لا، ولكن كيما نقولوا دوك ندير الفيديو هذا نحطه في الانستغرام، لان نبعثوه لي ما على باليش كذا، فنحطه في الانستغرام ونحط الرابط تاعو في اول تعليق تشوفوه مليح صوت وصوره. هكذا خاوتي اسمعوا. بون خاوتي راكو شفتوها التلفزيون العمومي قصفهم جمال بالماضي ديريكت في الوجه جمال بالماضي. شوفوا دوك نقول لكم علاش، على الارضيه تاع الملعب، على الارضيه تاع الملعب قصه اللي مور الماتش راحوا يهضروا، يعني يتبعوا الماده، يتبعوا الماده لانهم راحوا مع صاحب الصطاد او مع المسؤول على الصطاد، راحوا ضد جمال بالماضي وراحوا داروا مع حوار، وباللي قال لهم نو هاي لك الارضيه مليحه وربحنا بثمانيه لا تشفاو. زادوا واش داروا؟ داروا على جمال بالماضي ما داناش في الطياره، وبداو يحطموا فيه، بداو يشوهوا فيه للجمهور باللي ما حبش يدينا معانا في الطياره وكذا. واش زادوا؟ يزيدوا يعيطوا للبلومي، يقولوا له يعني باللي عاوننا رانا في ازمه وقف معنا. انا علاه ماشي نكره بلومي، كي درت عليه فيديوهات كنت نقول له باللي هذه القضيه ما تدخلش روحك فيها، خلي جمال بالماضي راهو هو اللي راهو مستكلف بالملعب، هو راهو يشوف ارضيه فاسده وما تصلحش للمنتخب وقالها ما تصلحش، واللاعبين قالوها انت علاش تخرج بتصريح باش تدافع على التلفزيون ولا تدافع على اشخاص تاع الملعب، لان استغلوك يا بلومي باللي انت عندك جمهور يحبك، عيطوا لك وقالوا لك هاي ليك وكذا، ومن انت بديت تقول نو نورمال وهذه الارضيه تساعدنا حنايا، ولو كان ماشي الارضيه لو كان ما نربحوش بهذيك النتيجه وكذا، فهنا جبدوك ليهم وعلاه هذا ما كان، هذه هي القصه. فجمال بالماضي راه يقول باللي حقارين، يعني حقارين انتم اعلام، والاعلام خاوتي واعر بزاف كي يبدا يشوه في انسان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله النتائج تاع جمال بالماضي، النتائج ركزوا لي، النتائج تاع جمال بالماضي والشخصيه تاعو القويه خلات الجمهور الجزائري يحب جمال بالماضي، وخلات الجمهور الجزائري يقول على جمال بالماضي وزير السعاده، لان صح ادخل السعاده ماشي بلا 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 لسان طويل وغير الهضره والتش، نو ما يتش كيما نتوما، ومن حقه يقص. ودوك جاي تسقسيه، جاي تسقسيه زعما هاك وربحتوك دعطيني، وانا انت يا راك كونترو وتشوه فيه وتقول جمال بالماضي، ما قلتش الاتحاديه ما حبتش تدينا معاها في جمال بالماضي، وجمال بالماضي يقول الملعب ماشي مليح. نتوما ما عندكمش مع الملعب، نتوما تلفزيون رحتوا وقفتوا مع مول الملعب ضد جمال بالماضي، وقفتوا مع المسؤولين ضد جمال بالماضي، فجمال بالماضي وجا قال لك انتم حقارين، يعني انتم وقفتوا مع المسؤولين ضدي انايا، هذه هي الكلمه تاع انتم حقارين. وخلوا جمال طرونكيل، خلوا جمال طرونكيل. شوف جمال ماشي تاعكم، جمال حنا والشعب نحبوه بزاف، جمال تاع الشعب وتاع المنتخب، واحد ما يدور به، واحد ما اللي يدور به يخسر في لافير، اللي يدور به تخلص عليه مال، تخلص اللي يضرب جمال بالماضي تخلص عليه مال.
الله يبارك 38 مباراة دون هزيمة. اروح نقول لك اروح شوف واش العالم راهو يهضر علينا، انت جاي تنتقد جمال بالماضي وكذا. شوف هاي اللي راكم تشوفوا بلونغلي هذه بيبا نيوز هذه، ما على باليش واش بلاد بون كوم هذه بلونغلي، على كل حال ترجمتها بالعربية كما راكم تشوفوا. الله قال لك بعد سحق جيبوتي، سحق ركز لي على الكلام مليح، بعد سحق جيبوتي لا تزال الجزائر لا تقهر، لا تقهر، لا تقهر. واش يقول لك؟ بعد سحق جيبوتي لا تزال الجزائر لا تقهر. انتصر المنتخب الجزائري على جيبوتي 0-4 اليوم في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وبهذا الانتصار المتوقع يؤكد الخضر في من جديد عزمهم على التغلب على الرقم القياسي الخالي من الهزيمة الذي حققته إيطاليا. رام قراب إيطاليا يقترب إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله يحطنا جمال بالماضي أعلى قمة، في أعلى القمة. ما راك تشوف جمال بالماضي عليه، أنا لكن نقول لك بعض الناس يهبلوني أنايا، جمال بالماضي راهو يخدم البلاد، راهو يخدم على البلاد في مجاله الرياضي، في مجاله الرياضي راهو يخدم البلاد، راهو جايب نتائج عالمية جامي تحققت في التاريخ تاع الجزائر. وعلاش راكو تنتقدوا فيه؟ وعلاش راكو تطاكيو فيه؟ هذه هي النقطة. هذا ما كان، هذا ما كان، علاه ما تحبوش الرجال وبالماضي راجل؟ هذا ما كان، هذه هي اللي فهمتها. وش يقول لك؟ وفازت الجزائر على جيبوتي 0-4 بفضل اهداف يوسف بالليلي وسعيد بن رحمه وصفيان فغولي واسلام سليماني، كما حطم السوبر سليماني الرقم القياسي الخاص به مع المنتخب الجزائري. لا تزال الجزائر لا تقهر ب 32 مباراة دون هزيمة. الله يبارك وما شاء الله، وربي يحفظك يا جمال بالماضي، وربي يحفظكم، وربي يحفظكم يا لاعبين، وربي يحفظكم يا جمهور اللي تتبعوا جمال بالماضي وراكم تدافعوا عليه بقوة. قال لك بعد تجاوز السلسلة الطويلة التي لم يهزم فيها المنتخب الفرنسي بعد فوزه بنتيجة 4-0 في النيجر، فإن الجزائر التي لديها الآن 32 مباراة دون هزيمة تهدف إلى تحقيق الرقم القياسي العالمي الذي يحتفظ به حاليا إيطاليا بقيادة روبورتو مانشيني، الذي ظل لا يقهر ل 37 مباراة دون هزيمة من 2018 ل 2021. كما أن المنتخب الجزائري هو الوحيد الذي لم يهزم، أسمع، هو الوحيد الذي لم يهزم، ويمكنه أن يأمل في مواصلة هذه السلسلة في مباراته المقبلة ضد بوركينا فاسو المقررة في 16 نوفمبر بملعب مصطفى تشاكا بالبوليدة. خوتي الأرجنتين عندها الأرجنتين عندها 31 مباراة دون هزيمة، فرنسا كانت عندها 30 مباراة دون هزيمة. فتنا فرنسا، فتنا المنتخبات العالمية، فتنا لما فتنا بقات لنا دوكا اسبانيا والطليان، زوج منتخبات بقاو لنا. اسبانيا عندها 34، الارجنتين كانت عندها 31، خلاص تعديناها رانا 32، دوك رانا في المركز الثالث عالميا من حيث لا هزيمة. دوكا واش بقات؟ بقات اسبانيا 34، نربحوا ان شاء الله بوركينا فاسو، نزيدوا نربحوا لي ماتش الي روتور تاع وسمو، فتنا اسبانيا تبقى لنا غير الطليان. اسنا 32 33 34 ماشكا و 35 36، كيلو كان نربحوا كاع لي ماتش اللي راهم جايين تاع تصفيات كاس العالم، نولوا 36 تبقى لنا مباراة واحدة نربحوها ولا نديروا النيل، رانا مع الطليان نمبر 1، النمبر 1 مع الطليان هكذا. وان شاء الله نربحوا، وان شاء الله نربحوا ونفوتوا الطليان، ماشي بنقطه نلحقوا ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله فوق 40 دون هزيمه. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، وخلوا لنا جمال بالماضي يخدم. راكو تشوفوا يا خوتي دخل من ماركي كاع يماركو، كاع يماركو، الله يبارك للشعب الجزائري راهو زاهي. من الناحيه الرياضيه راني نقول الشعب الجزائري راهو ما شاء الله راهو سعيد بالمنتخب الوطني الجزائري. يا صحافه، يا مواقع التواصل الاجتماعي، بالليلي بالليلي اخذ هذوك ما على باليش المنشطات، الدعايات ماشي لازم، ماشي وقتها، رانا نلعبوا تصفيات كاس العالم. اللي يحب بلاده، اللي يحب فريمون 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 يحب بلاده، يوقف مع بلاده في هذه اللحظه، ما يوقف مع حتى
حتى واحد. وقالها جمال بلماضي في المؤتمر الصحفي، قال لك نحن نحكوا على المؤامرة الخارجية، قال لك شوفوا المؤامرة الداخلية، نهار ما هضروا على بالليلي المؤامرة اللي راهي داخل البلاد. قال لك انا هنا اللي نحير، هنا اللي تحير، انه جزائريين يديروا لك مؤامرة ويقعدوا يشوهوا في المنتخب ويشوهوا في اللاعبين تاعنا. او ربي يهديكم، والله غير ربي يهديكم، ربي يهديكم، ربي يهديكم خاوتي. شوفوا دوك نستناو المؤتمر الصحفي تاع جمال بلماضي، ونشوف بعض الصحف ان شاء الله يهضروا على المنتخب الجزائري ان شاء الله، وان شاء الله بوركينا فاسو نديروا لهم حسن الضيافه ان شاء الله. ما نطولش عليكم خاوتي، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.